مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، كل عام والجميع بألف خير وصحة وسعادة، وإليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. نبدأ من يوم الأحد، إنه الأجواء يوم الأحد تبقى المملكة تحت تأثير هبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تزيد من الإحساس والشعور بالبرودة، وبالتالي الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا في المناطق الشمالية 16 العظمى والصغرى 10، الوسطى 11-6، المناطق المرتفعات الجنوبية 9-5 مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. أيضا في البادية الجنوبية الشرقية أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 11-6، الأغوار أجواء ما بين 22 تقريبا العظمى والصغرى بحدود 15 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا، فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا في منطقة البحر الميت، وخليج العقبة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة 22-14، والبادية الشرقية 14-4 درجات مئوية. يوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، أجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة، فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في كثير من أجزاء المملكة. في المناطق الشمالية 16-10 أجواء غائمة جزئيا ماطرة أحيانا، المرتفعات الوسطى أيضا باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة أو زخات من المطر المتفرقة 9-6، المرتفعات الجنوبية 8-5 أجواء باردة وغائمة وماطرة أحيانا، أيضا خليج أو الأغوار أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لبعض الأمطار في الأغوار الجنوبية والوسطى والعظمى بحدود 21 والصغرى 14، العقبة غائمة جزئيا والعظمى 22 والصغرى 13، البادية الجنوبية الشرقية 10-5 مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، والبادية الشرقية 13-7 مع فرصة لزخات من الأمطار. الثلاثاء أجواء أيضا باردة نسبيا غائمة جزئيا، تبقى فرصة بعض الأمطار في المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، المناطق الشمالية العظمى 16 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 9-7، المرتفعات الجنوبية 9-4، الأغوار 21-12، وخليج العقبة 21-11، والبادية الجنوبية الشرقية 11-5، والبادية الشرقية 13-6 درجات مئوية. يوم الأربعاء أيضا تبقى الأجواء غائمة جزئيا، أيضا تبقى باردة نسبيا، وأيضا تبقى فرصة هطول الأمطار في المناطق الجنوبية والوسطى من المملكة وبعض المناطق الشرقية خاصة البادية الشرقية. المناطق الشمالية 15-10، المرتفعات الوسطى 10-6، والمرتفعات الجنوبية 8-4، الأغوار 20-10، وخليج العقبة 19-11 درجة مئوية، والبادية الجنوبية الشرقية 11-4، والبادية الشرقية أجواء باردة 7-3 درجات مئوية مع زخات رعدية من المطر قد تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه. يوم الخميس تبقى فرصة الأمطار في الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة وأيضا بعض الأجزاء الشمالية وأيضا بعض الأجزاء الجنوبية، وبالتالي درجات الحرارة المتوقعة
أجواء بشكل عام باردة نسبياً غائمة جزئياً مع فرصة لبعض الأمطار على فترات. المناطق الشمالية 15 إلى 10، المرتفعات الوسطى 10 إلى 6، المرتفعات الجنوبية 7 إلى 3، الأغوار 20 إلى 10، وخليج العقبة 19 إلى 11، البادية الجنوبية الشرقية 11 إلى 3، والبادية الشرقية 13 إلى 5 درجات مئوية. يوم الجمعة تقريباً تستقر الأجواء، ترتفع درجات الحرارة قليلا، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، وأيضا درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق الشمالية في هناك احتمال لبعض الأمطار المتفرقة في شمال المملكة، المناطق الشمالية 16 العظمى والصغرى 9، المرتفعات الوسطى 11 إلى 6، المرتفعات الجنوبية 8 إلى 4، الأغوار 20 إلى 10، وخليج العقبة 19 إلى 11، البادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 3، والبادية الشرقية 14 إلى 5 درجات مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، أيام أسبوع جيدة إن شاء الله وموفقة، وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.